أهلا بكم من جديد. تشهد الضفة الغربية منذ بدء عملية طوفان الأقصى في 27 الأول الماضي سلسلة متصاعدة من الاشتباكات اليومية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تقتحم بلدات الضفة ومدنها وتقوم بسلسلة اعتقالات وأعمال انتقامية. على رمال متحركة تعيش مناطق الضفة الغربية في ظل موجة تصعيد غير مسبوقة منذ بدء عملية طوفان الأقصى، اشتباكات هنا واقتحامات هناك ومسيرات تقصف وجيش الاحتلال يطلق يد المستوطنين، ما زاد العنف والتضييق. منذ 7 أكتوبر يشن الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية، طالت آلاف الفلسطينيين بالتوازي مع حملة مداهمات يومية لمدن ومخيمات الضفة واشتباكات مع تظاهرات السلمية الداعمة لقطاع غزة. آخر الأخبار الواردة من هناك ما أفادت به وزارة الصحة الفلسطينية بمقتل فلسطينيين وإصابة العشرات في قصف طائرة مسيرة إسرائيلية مخيم جنين شمال الضفة، بالإضافة إلى مقتل فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل مدينة الخليل الشمالي، وإصابة أكثر من 15 مواطنا فلسطينيا، 4 منهم وصفت حالتهم بالحرجة. التوترات المتلاحقة في الضفة بعد 7 أكتوبر أسفرت عن اعتقال أكثر من 2735، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم أو من تم الإفراج عنهم لاحقا، بعد إعلان الجيش الإسرائيلي اعتقال أكثر من 1750 شخصا، بينهم 1050 شخصا بتهمة النشاط في حركة حماس منذ بداية الحرب. ومع تحويل الاحتلال الضفة إلى مسرح جديد لعملياته ليشفي غليله ربما، تزداد التحذيرات من أن تشعل تل أبيب على نفسها جبهة ثانية من الصراع، خصوصا بعد تحذيرات عربية متكررة من انفجار الوضع في الضفة الغربية بشكل كامل. أجدد الترحيب بدكتور مأمون أبو عامر أستاذ في العلوم السياسية. دكتور محمود ريثما جهزت معنا ضيفتنا من رام الله، أعود معك لحديث كنا قد بدأنا في المحور الأول بالحديث عن تفاصيل غزة والآن ننتقل إلى الضفة الغربية. كيف تراقب الأمور؟ هل وصلنا اليوم إلى الانفجار للضفة الغربية؟ أعتقد الوضع في الضفة الغربية منفجر، يعني انفجر منذ بداية الأحداث. وهنا نشير لنقطة مهمة جدا، أن الضفة الغربية هي جزء شريك أساسي فيما حدث في 7 أكتوبر، بمعنى أن جزء أن ما حدث من عملية ارتخاء القوة، يعني سحب قوات من فرقة غزة، 10 فرق سحبت إلى الضفة الغربية، هذا أثر على توزيع القوات وحضورها في الميدان واستعدادها للحركة، وبالتالي هذا الجزء الأولاني. الجزء الآخر، عندما حدثت 7 أكتوبر الضفة الغربية كانت مستجيبة، ومن اليوم منذ بداية الأحداث حتى اليوم حوالي 204 شهداء، صحيح. كل يوم هناك شهيد، يعني معدل 5 شهداء يوميا عندنا في الضفة الغربية، في أيام يصل 20 يوم شهيد، في أيام يصل 5-4، لكن المعدل العام حسب 42 يوم في 204 شهداء عندنا 5 شهداء يوميا في معدلات الضفة الغربية، في عملية في إطلاق رصاص، في عملية تفجير، في عملية كمائن، الجمهور بيخرج بيحتج، كل هذه العمليات التي يعني نشهدها هي مشيرة على حالة الثورة الموجودة في الضفة الغربية، لكن هذه الثورة حتى الآن لم تصل إلى مرحلة يعني الكتلة الحرجة، الانفجار الشامل، إنما هي لازالت في أوساط معينة ولم تنتقل إلى كل مربع وكل زاوية في الضفة الغربية، هي انتقلت في كل يعني في أماكن واسعة، لكن في كتل لازالت يعني محيدة أنفسها أو لم تكن شريكة مباشر في الجهد النضالي في الضفة الغربية. يعني السلطة الفلسطينية تعزل نفسها تماما، هناك 70,000 مقاتل في الشرطي يحمل السلاح، حتى إذا استثنينا يعني هذا عملية أنهم يشاركوا لأنهم مش معدين مثل المعركة، لكن فيهم يشكلوا أحيانا عقبة في عملية موضوع المواجهة مع الاحتلال وصدام معه، وبالتالي هم يعرقلوا هذا الاتجاه، وبالتالي أنه بدل ما يكونوا هم جزء من عملية الرافعة أو النضال العام،
هم جزء سلبي يعني معيق لعملية التثوير، وبالتالي في قطاعات موالية للسلطة في المجتمع الفلسطيني هي يعني غير فاعلة متعاقبة. سأعود معك لهذه النقطة وما يتعلق بالسلطة الفلسطينية. اسمح لي أن أرحب ضيفتنا من رام الله، انضمت إلينا كاتبة ومحللة سياسية تمارا حديد. مرحبا بك سيدة تمارا. إذن كنا نتحدث عن انفجار الأوضاع في الضفة الغربية، هل ستتفاقم الأمور أكثر من هذا بحسب مشاهداتك، وستجر الضفة الغربية لحرب جديدة؟ بداية أسعد الله مساءكم ومساء المشاهدين والمشاهدات الكرام، وتحياتي لكم ولقناتكم الكريمة. إذا تحدثنا بكل واقعية أن عوامل الانفجار في الضفة الغربية هي موجودة على أرض الواقع، بمعنى أن استمرارية الاقتحامات التي يقوم بها جيش الاحتلال الصهيوني في الضفة الغربية، ناهيك عن سياسات التي يستخدمها من سياسات الاعتقالات والاغتيالات وسياسات التركيع والتهريب بأبناء الشعب الفلسطيني من خلال استخدام الذراع الجيش الاحتلال الصهيوني المتمثل بالمستوطنين، هناك يتم تسليم المستوطنين السلاح الفردي، أصبح الآن قرابة 250 ألف من السلاح الفردي تم تسليمها للمستوطنين، وهؤلاء المستوطنين يقومون بانتهاكات ضد المدنيين الفلسطينيين. هذا إشارة أن المدني الفلسطيني لن يقبل في عملية أن يكون هناك انتهاك بحقه وحق كرامته وعرضه وأرضه في سياق الضفة الغربية، لذلك سوف يكون هناك ردة فعل طبيعية إذا استمر حال التصعيد من قبل الاحتلال الصهيوني. ناهيك عن عامل انفجار آخر وهو المتمثل بالواقع الاقتصادي، نظرا أن واقع الاحتلال الصهيوني تم طرد عدد كبير من العمال الفلسطينيون نحو الضفة الغربية، وهذا إشارة أن سوف يكون هناك حالة من الفقر والبطالة، ناهيك أن تم بالفعل تم خصم من المقاصر الفلسطينية التي مستحقة للسلطة، تم خصم قرابة 100 مليون دولار والتي هي خاصة كونك بدأت بالحديث عن السلطة، وكنا قد بدأنا أنا وضيفي في الاستوديو، السلطة كيف يمكن أن يكون لها دور فيما يحصل في الضفة؟ هل من الممكن أن توسع ربما العملية مع حماس؟ هناك حديث عن ضغوطات من الحاضنة الشعبية للسلطة بإجراء اتفاقيات بين فتح وحماس يعني توسيع ربما أفق الحرب. إذا تحدثنا بكل واقعية، أولا السلطة الوطنية الفلسطينية يجب أن تفعل دورها بأكثر من ذلك، بمعنى لدى السلطة الوطنية الفلسطينية عدة أوراق قوية، لكن حتى هذه اللحظة نتيجة أنها تتبع مسار المفاوضات والتسوية السلمية، طبعا كل ذلك أضاع القضية الفلسطينية. إذا تحدثنا بكل واقعية، السلطة ضمن مسارها التفاوضي لم يعطى أي نتيجة إيجابية، بالعكس هناك أصبح استيطان أكثر وحل الدولتين انتهى، إسرائيل تمادت عليها حق يعني انتهاكات بحق المدني الفلسطيني، كل ذلك بسبب لم تستخدم أوراقها التي بيدها. كان لابد أن تفعل بالتحديد باستغلال واقع ما يحدث في قطاع غزة، أن يكون هناك أولاً أن يكون هناك أول وحدة وطنية فلسطينية بينها وبين حركة حماس، أن يكون هناك يعني تشكيل برنامج وطني مشترك ما بين الواقع التي تقوم بها منظمة التحرير وأيضاً برنامج المقاومة الفلسطينية. النقطة الأخرى أن حتى هذه اللحظة لم تقوم بعملية وقف التنسيق الأمني على أرض الواقع، نظرا رغم أن إسرائيل هي غير مهتمة بالتنسيق الأمني التي تقوم بها السلطة الوطنية الفلسطينية، والدليل أن الاقتحامات التي تقوم بها إسرائيل بذاتها في مخيم جنين وأريحة، كل ذلك هي لا تعتمد على خيار التنسيق الأمني، رغم أن وجهة نظر يعني سيدة تمارا وجهة نظر أبو مازن لا يريد توريط الشعب الفلسطيني بمواجهة مع آلة العنف الإسرائيلي، هذه هي وجهة النظر، هل تشاهدونها منطقية أنتم في الضفة الغربية؟ إذا تحدثنا بكل واقعية، إذا خرج الشارع الفلسطيني بانتفاضة جماهيرية عالية، إذا حسب رؤية أبو مازن دون مقاومة مسلحة، على الأقل خروج الناس والشعب الفلسطيني بانتفاضة جماهيرية عالية، وإن كانت مقاومة شعبية على الأقل خروج الناس، سمح لهم بالتعبير السلمي. نعم هذا ما قصدته، على الأقل خروج الجماهير الفلسطينيين بكل مكوناتهم وشرائحهم وفصائلهم وأيديولوجياتهم حتى مستقلين عليهم أن يخرج في هذا السياق. لماذا؟ حتى يرى العالم الغربي والأوروبي أن حتى الضفة الغربية هي ليست منفصلة عن قطاع غزة، وأن الضفة الغربية تتضامن بشكل فعلي وليس فقط مسيرات هنا وهناك، خمسة أفراد مسيرة في رام الله وعشرة أفراد موجودة في الخليل. يجب أن يكون انتفاضة يتم ملاحظتها من كل
كل العالم، العرب يشاهدون أن هناك انتفاضة، الإقليم، الدول الغربية، الولايات المتحدة الأمريكية، حتى إسرائيل ذاتها إذا شعرت أن هناك انتفاضة جماهيرية ضخمة بالفعل سوف تشعر بالمؤرق الأساسي ضمن سياق خسارتها الجانبية وبالتحديد المتمثلة بالضفة الغربية. طيب. سوف يؤرق أمنها القومي. طيب. ناهيك أن هناك ورقة أخرى وهو محكمة الجنايات الدولية. لماذا لا تستغل لجوء السلطة بما أنها عضو واقع المحكمة الجنايات الدولية، لماذا لا توثق هذه الجرائم وترفعها لمحكمة طيب. الجنايات الدولية حتى يتسنى بالفعل محاكمة هذا الإجرام بحق المدنيين والخسائر البشرية التي تحدث التي وصلت إلى الفعل طيب إلى جريمة وإبادة حرب. اسمحي لي أن أنقل يعني كل ما ذكرته لدكتور مأمون، تعليقك على كلام سيدة تمارا وأيضا عن هامش المناورة اليوم أمام السلطة الفلسطينية، كونه تحدثت أيضا سيدة تمارا عن تنسيق أمني بينها وبين حكومة الاحتلال. للأسف الشديد السلطة الفلسطينية لا زالت لم تخرج من المربع القديم، وهي قضية أنها لا زالت تنسق أمنيا. يعني المنطق الموجود لدى السلطة الفلسطينية هو عدم الاشتراك في أي حالة نضالية ضد الاحتلال باستثناء حالة نضالية اللي هي حالة سلمية 100% وبشكل محدود، يعني لا يسمح بأي شكل من أشكال الخشونة في ليس يعني رد الفعل، هناك في فعل سلمي لكنه قد يكون خشن، لكن السلطة الفلسطينية لا تسمح بمثل هذه الإجراءات وتلاحقها. هذا جانب. جانب آخر، هناك أدوات موجودة للسلطة الفلسطينية، يعني لو كانت هي تخرج من المربع، يعني إذا بتدعي أنها تخشى على الجمهور الفلسطيني من الدخول في مواجهة في وقت غير مناسب، وقد نسلم يعني خلينا نسلم بمنطقها ونذهب الى مربعها. اين جهود السلطه الفلسطينيه السياسيه في هذه الاحداث؟ يعني من يرقب المنظومه، يعني المحتوى الخطابي، محتوى الخطاب للمسؤولين الفلسطينيين في اللقاءات والمؤتمرات، يجد ان السقف الاردني اعلى من السقف الفلسطيني. يعني في كل اللقاءات، في سواء في الامم المتحده، سواء في لقاءات في عمان والمتحدثين او الخارجيه الفلسطينيه، لا يكون هناك موقف واضح إطلاقا. يعني العبارات هي عبارات للأسف الشديد مرنة تشابه تصريح، يعني أضعف من موقف غوتاريش. غوتاريش موقفه أقوى من موقف السلطة الفلسطينية للأسف الشديد. يعني لذلك لا توجد حركة دبلوماسية فاعلة تتفاعل مع حدث. السلطة الفلسطينية ميدانية منفصلة عن الواقع، لا علاقة لها بالواقع الفلسطيني، هي علاقتها بنفسها، هي تجسد أطماع ومصالح. حتى عندما تحدث بلينكن عن إدارة القطاع من قبل السلطة لم يكن هناك رد واضح من قبل السلطة، وكأن هناك قبول مبدئي. هي لا تعارض، لا يمكن أن تعارض أي شيء تطلبه أمريكا وإسرائيل. ما تريد أمريكا وإسرائيل حاضر بتنفذ، ما في عندهم يعني معارضة في أي شيء. يعني هذه الأمور يعني من بديهيات المسلمات، لا يناقش في المسلمات يعني الموجودة. أصبح يعني سلوك السلطة لا علاقة له بالحدث الفلسطيني. يعني في أول يوم قال أبو مازن أن حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني، كأنه يريد أن يشير أن حماس ارتكبت عملا إرهابيا، في حين أنه في أول يوم غوتاريش قال أن أحداث 7 أكتوبر لم تأتي من فراغ. يعني من هم في الخارج كان لهم مواقف أكثر لما حصل. إذن شكرا جزيلا لك، إلى هنا ينتهي وقتنا. دكتور مأمون أبو عامر، أستاذ في العلوم السياسية، شكرا موصول لضيفتي من رام الله الكاتبة والمحللة السياسية تمارا حديد. إلى هنا تنتهي محاورنا، إلى اللقاء.